تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. اليوم اصدقائي راح اشرح لكم المهمات اليومية والتغيرات اللي صارت بالرويال باس والمهمات. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة ونبدا بالشرح. بس قبل ما نبدا بالشرح يا شباب، هواي من الاخوة اللي يشاهدون المقطع هم ما مشتركين بقناتي، يعني اكثر الناس اللي يشاهدون شروحاتي هم ما مشتركين بالقناة. فارجو منكم يا شباب تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. طبعا بالنسبة للمهمات يا شباب، انه تغير مكان. قبل كانت المهمات تطلع لنا اليومية وهي مهمات الرويال باس، فهنا تغير. لازم وين نروح؟ نروح على المهام اللي موجودة يم المخزون، نضغط عليها. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي طلعت لنا المهمة اليومية. المهمات اليومية هذه يا شباب قدامنا المهمات اليومية. مثل ما تشوفون هنا يقول لك اقتل 2 من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية في اي وضع. طبعا هذه المهمات كلها سهلة، هي المهمات اليومية مثل ما تشوفون انا مسويها، باقيت لي بس مهمة واحدة. بالنسبة للمهمات قبل كنا بنسويها ينطينا نقاط رويال باس، يعني نقاط الار بي. هنا ماكو نقاط الار بي، هنا راح ينطيك هذين الاكس بي وينطيك هذه النجمات اللي هو النشاط الاسبوعي، وينطيك القطع الذهب او الاي جي او العشرة هاي الرويال باس اذا كنت انت مفعل برايم بلس. فهذه المهمات يا شباب من تسوي هذه المهمات عندنا هنا على اليسار النشاط الاسبوعي. النشاط الاسبوعي عبارة عن هذه النجمات اللي انت راح تاخذهن، يعني العشرين بالعشرين بالعشرين. شوف كل واحد، كل نجمة هذه من النشاط الاسبوعي. من تاخذ هذه النشاط الاسبوعي راح تجمع النقاط اللي عندك 80 نجمة. من توصل 100 نجمة راح تحصل على نقاط رويال باس اللي هي 30، وهنا انا راح تحصل على 40. من توصل 140 نجمة، طبعا هذا النشاط الاسبوعي. من تسوي المهمات اليومية، من تسوي المهمات اليومية راح تحصل على ذن النجمات، ومن خلال ذن النجمات راح ينحسب لك. هسه انا عندي 80 نجمة اذا سويت هذه المهمة مال اقتل 2 من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية، راح يصير عندي 100 نجمة وراح اقدر اجمع هذه ال 30 نقطة ار بي. وبعدين قلت لك ال 140 تاخذ 40 نقطة ار بي، بعدين تاخذ الباكج الامداد، وبعدين تاخذ 50 نقطة ار بي، وبعدين تاخذ 60، وبعدين تاخذ قسيمة كلاسيكية العدد 3. هذا بما يخص المهمات اليومية. الناس اللي ما يعرفونها، الناس هواي كتبوا لي بالتعليقات، يعني انت تعرف اكو غيرك ما يعرف، فهذه اللي شرح للناس اللي ما تعرف. هذا بالنسبة للمهمات اليومية. اما المهمات اللي هي الرويال باس مثل ما تشوفون يا اصدقائي، هذه مهمات الرويال باس او المهمات الاسبوعية. طبعا كان من نسوي 10 مهمات راح ينطينا باكج ب 200 نقطة. هذا الباكج بهذا الموسم شالوه، واعتقد المواسم اللي جاية ايضا بعد ماكو هذا الباكج. فعندنا هنا على اليسار ايضا يقول لك وقت مباريات الموسم 3000 من الدقائق، يقول لك حتى نهاية الاسبوع 6 ايام. يعني عندك اسبوع، انت لازم شو تسوي بهذا الاسبوع؟ لازم تلعب او وتسوي المهمات الرويال باس هذه. هنا نسوي المهمات او تلعب مباريات كلاسيكيه مثل ما تشوفوه هنا كاتبنا، تلعب مباريات كلاسيكيه او مباراه الفرق المميته اللي هو تي دي ام. من تلعب راح ينطيك الدقائق. هسه انا لاعب 37 دقيقه من 3000 دقيقه، فانت من تلعب 100 دقيقه راح ينطيك هذه الرويال با نقاط الار بي، ومن تلعب 200 دقيقه راح ينطيك 70 نقاط ار بي، ومن تلعب 300 دقيقة ايضا راح ينطيك 70. وهنا كل ما تلعب كل ما ينطيك 70 نقطة من نقاط الار بي. لازم انت بهذا الاسبوع تلعب 3000 دقيقة حتى تحصل على كل هذه النقاط الموجودة على اليسار الار بي. هذه النقاط بمكان هذا الصندوق اللي هو من تسوي 10 مهمات راح ينطيك 200 نقطة ار بي. بالنهاية يا شباب، اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله راح اجاوب على الكل. وان شاء الله واذا اكو شيء يستوجب اسوي مقطع، ان شاء الله اسوي لكم مقطع. فوصلنا لنهاية المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم خير.